انا عايز اقول لكم النهارده اننا بشر مش ملايكه. تصدقوا ان احنا نسينا ان احنا بشر، ونسينا ان احنا مش معصومين ومحدش فينا ما بيغلطش. كل الفرق بس ان احنا ربنا سترها معانا، ما اتفضحناش، ما تشالش عننا الغطا وعن اللي عملناه، ما اتكشفناش للناس وتعرينا. فياريت ما ياخدناش الغرور والعزه ونفضح خلق الله. احنا لينا رصيد من الستر بنحافظ عليه، وكل ما تستر انسان كل ما ربنا هيسترك. احنا كبشر عاملين زي خطوط الموبايل بنتشحن، كل الفرق ان الخط بيتشحن رصيد، اما احنا بنتشحن ستر. ربنا بيدي كل واحد رصيده من الستر، وطول ما احنا ماشيين في طريق الحياة بنستنزف منه. لو رصيد سترك له رسالة مسجلة، أكيد كان هيقولك إن رصيد أوشك على النفاذ، حاول تحافظ على الباقي. حاول يبقى لك رصيد احتياطي، رصيد احتياطي للمواقف اللي تستاهل. ما تضيعش رصيدك في تفاهات، في سفه كان ممكن تستغنى عنه. وحافظ على رصيدك للوقت اللي يستاهله. ولازم تعرف كل ما هتستر إنسان كل ما ربنا هيسترك. حاول تغيره، تساعده، تستر عليه ممكن يتوب فعلا، أو حتى يرجع عن اللي بيعمله. طيب قولي هتستفاد إيه من الفضيحة؟ الإجابة ولا حاجة. يبقى مشاركتك في التغيير أهم بكتير من الفضيحة. لو أنت فعلا عايز تغير الناس وتحافظ عليهم، لو أنت فعلا همك على الناس وعايز تنقذهم من عذاب الدنيا والآخرة، يبقى لازم تشجعهم على التوبة وتساعد، ما تفضحش. الفضيحة مش شطارة ولا جدعنة، ولا المشاركة في ترندات التشهير كانت بطولة. وزي ما قلت قبل كده، احنا ماشيين بستر ربنا والله. كلنا مليانين عيوب وبلاوي، لو انكشف عنها الغطا هنتأذي نفسيا، حالنا هيتبدل، ومحدش عارف لو اتكسر ممكن يتحول لإيه. ممكن يتحول لإنسان يضر نفسه ويضر غيره، يضر كل اللي حواليه. إنسان محدش يتخيل ممكن يعمل إيه. يا جماعة حافظوا على رصيد ستركم، حافظوا على رصيد الناس، واعرفوا إن ربنا مطلع علينا كلنا، وإن مساعدتنا لغيرنا هي مفتاح الستر الحقيقي اللي بيزود رصيدنا، اللي يخلينا ما نتعراش قدام حد، ويخلينا نهرب من كل الناس حتى من نفسنا. استروا العيوب وبلاش تفضحوها، بلاش تتبعوها، لأن اللي بيتبع عورات الناس ربنا بيسلط عليه اللي يتتبعه، بيسلط عليه شيطانه اللي ممكن يخليه يتغير في جزء من الثانية. لأننا والله إحنا أضعف مما يكون. تعالوا نسمع الرسالة. السلام عليكم استاذ محمد. انا مخنوقه جدا جدا جدا، وجد انا جالي اكتئاب، يعني جالي اكتئاب مش عارفه الواحد يلاقيها منين ولا منين. يعني جوزي وكلامه كل شويه، شكلك بص للستات، اتفرج على التلفزيون شوف الستات عاملين ازاي، بص شكلهم ازاي حلوين، ليه اللي قدامي يقلل مني كده؟ انا بجد زهقت. يقعد يقولي أنا زهقت منك، يقعد يقارن كل شوية ما بيني وما بينهم، لغاية لما كرهني في نفسي وخلاص أنا ما بقاش عندي ثقة في أي حاجة ولا حتى ثقة في نفسي. أنا ما بقيتش قادرة أكمل بالشكل ده خلاص. يعني أنا على الأقل بعمل اللي بقدر عليه، مهتمة بنفسي على قد إمكانياتي، على قد اللي متاح ليا. إحنا معناش فلوس تدخلنا يعني في الرفاهيات الجامدة دي قوي، بس بعمل كل حاجة على قد إيديا، مش بهمل في نفسي ولا بهمل فيه، وده كله جنب شغلي. يعني انا تحت في شغلي وبعمل في بيتي اللي اقدر عليه. الالتزامات اللي عليا دي مين هيعملها؟ انا مش عارفة ممكن اعمل ايه تاني عشان ارضيه. طبعا انا شايف ومتابع المقارنات الكتير اللي بتحصل على السوشيال ميديا. بشوف المقارنة اللي بتحصل ما بين الفنانات وبين ستات البيوت العاديين،
ويقولوا على ست البيت أو البنت العادية: بصوا شكلهم عامل إزاي، بصوا لابسين إيه، دول مش ستات، وكلام بقى من هذا القبيل اللي حقيقي يجرح أي إنسان ويدمره نفسيا، في حين إن الست اللي بيتريقوا عليها دي بتعمل في حياتها حاجات أنت سك ما تقدرش تعمل ربعها. وبعدين ما كفاية كلام وتريقة على البنات والستات، وكفاية المقارنة الظالمة اللي بتحصل بينهم وبين غيرهم. الطبيعي إن هم أحلى والله، بس العيب مش عليهم، العيب علينا إحنا. إحنا اللي شايلنا الست فوق طاقتها وعجزناها قبل أوانها. رجالة كتير بتطفي الست، وخلوك تشوفها تقول عندها 100 سنة وهي في عز شبابها، مسؤوليات وبيت وعيال وشغل وقلة فلوس وضغط نفسي وكل ده ومكملة، وفوق ده كله والأصعب والأهم إن مفيش كلمة حنينة بتتقالها في وقت ضيق، ولا كلمة حلوة بتتقالها في وقت زعل، ولا طبطبة ولا احتواء ولا مشاعر تخليها تكمل. عايزها تبقى كده؟ بلاش فلوس يا أخي لو لسه ربنا ما كرمكش، عوضها بكلمة حلوة خليها تحس بالتقدير، طبطب عليها واحضنها بدون سبب، قول لها شكرا، بوص على راسها وقول لها لولاكي كان زمان حياتي خربت. لكن تبقى الست بميت ايد وميت رجل وبتشتغل في ساقية ما بين بيت وعيال ومذاكرة وطبيخ وتنظيف ودراسة وشغل بره وشغل جوه، وتيجي انت بمنتهى البساطة وتتريق عليها وتعيرها وتقول لها شايفة الستات؟ خلاص قعدها في البيت ملكة، افتح لها مشروع، حط في ايديها كل شهر مبلغ محترم، وهي هتبقى أحلى وأصغر من الصور اللي انت بتشوفها. لكن صدقني هي أصلا مش عايزة كده، هي مستحملة معاك علشان بتحبك ومقدراك ومقدرة ظروفك، واقفة جنبك سند وظهر، سند وظهر مصلوب عمره ما ينحني. هي بس عايزة منك شوية حب، عايزة اهتمام واحتواء وتقدير، كلمة حلوة، حضن بدون سبب، لمعة عينيك لما تشوفها حسسها بقيمتها وأنوثتها. صدقني ساعتها وشها ينور، هتحلو كأنك اديتها 1,000,000 جنيه. أصل الست بتحلو من كلمة، وطالما الفلوس لسه على قد الإيد ما تبقاش بخيل، كلها كلام يرد الروح. الستات بيتغير شكلها من الاهتمام وبس، إنك تخاف عليها وتحسسها بأنوثتها، تلاحظ حاجات محدش غيرك يلاحظها، بتبان في القرب والمودة والرحمة، بتظهر للشخص اللي بيحب بجد وبيشوف بعين مليانة، عين شايفة الجمال وكل تفاصيله، الشكل بس واحد منها. صدقوني الست مفتاحها الكلمة والقرب، لذلك ربنا اتكلم عن المودة، الدفى اللي في العلاقة، الحياة اللي بتبنيها طوبة طوبة في طريق مش ممهد، لكنكم إن شاء الله هتتغلبوا على كل الصعاب. والتقدير أهم من المال، بيغير الحياة 180 درجة. استنونا. بيحكي لي وبيقول لي: في أول حياتي من حوالي 30 سنة نزلت للقاهرة علشان أدور على شغل، كنت ساعتها على باب الله، والناس بتقول عليا إني شيف شاطر، وأنا ساعتها كنت طالب ما معيش حتى غير فلوس المواصلات. المهم نزلت على القاهرة وسبت عيلتي في البلد لأن حالتنا المادية كانت صعبة جدا، فضلت أدور على شغل هنا وهناك، لكن للأسف مفيش، لفيت في كل مكان، دورت في كل حتة، لكن للأسف مفيش برضو. نمت على الرصيف وأنا دموعي كانت أشد من المطر، وبقول لنفسي: طيب أرجع بلدي، بس معقول هرجع فاشل؟ طيب أهلي اللي مستنييني واثقين فيا هيكون مصيرهم إيه؟ قلت: يا رب. كنت بدعي من كل قلبي بقول: يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب انجدني وخد بإيدي. قمت كده ولمحت بعيني مطعم وكنت جعان جدا، وفي جيبي كان حوالي 5 جنيه. قعدت وقلت: أنا عايز أرخص حاجة عندك. جاب لي الطلب، وبيني وبين نفسي عايز أسأله على شغل، بس عمال أقول لنفسي: هو المحل ده هيكون فيه شغل؟ ده مليان ناس وزحمة جدا. المهم قررت أن أسأله يعني مش هخسر حاجة،
واي حاجه هيقولها انا هوافق عليها. فقلت له بقول لك ايه، ما لقيش شغل هنا؟ رد وقال لي لا والله يا استاذ، بس استنى اكلم اللي ماسك الموضوع. بيقول لي ومفيش دقايق جاي لي وبيقول لي عايز تشتغل؟ قلت له يا ريت. قال لي احنا محتاجين حد ينظف ويمسح، ومرتبك هيكون 150 جنيه في الشهر وانت وشطارتك بقى، والشغل من 9 الصبح ل 12 بالليل. بيقول حسيت انه بيستغلني لما شافني محتاج، لكن وافقت ما باليد حيله. اشتغلت اول يوم وكان طالع عيني، كنت حاسس اني مزلول حرفيا، بس بقول لنفسي الشغل مش عيب، اهو يعني اطلع مصاريفي ومصاريف السكن والاكل. قعدت 3 شهور على الحال ده، وفي ليله كنت مروح مهدوك جدا من الشغل، فردت جسمي على السرير وبصيت للسقف وكلمت ربنا. قلت له يا رب انا مش مانع والله، بس انا عندي حلم وعندي صنعه، نفسي اعمل الحاجه اللي انا شاطر فيها. يا رب انت قادر على كل شيء، وقادر تبدل حالي من حال لحال. وفي اليوم التاني بعد ما فتحت المحل والعمال وصلوا، سمعت صوت زعيق المدير. وقفت اسمع في ايه، لقيت ان شيف المشويات بتاع المطعم مجاش ومحدش عارف يوصل له وملوش بديل. قلت بيني وبين نفسي الفرصه جات لي، استجمعت شجاعتي ورحت للمدير وقلت له هو انا ممكن اقوم بالمهمه دي؟ بصلي كده من فوق لتحت وانا ماسك المساحه وقال لي هتعرف تعمل حاجه؟ قلت له ايوه هعرف، ولو فشلت اعمل فيا اللي انت عايزه، انا شاطر في الشغل ده والله. ساعتها ما كانش عندي خيار تاني، دخلت مكان الشيف وبدات الطلبات تيجي وانا بشتغل. ونص ساعه ولقيت المدير جاي يقول لي اعمل حسابك انك اتثبت في المكان ده، الناس كلها بتشكر في الاكل النهارده، ومرتبك هيبقى 500 جنيه. ما بقتش مصدق نفسي، معقول ربنا استجاب بالسرعه دي؟ معقول يا رب انت بتحبني بالشكل ده؟ اشتغلت وتعبت في المكان ده 4 سنين، اديته كل طاقتي ومجهودي، ما بخلتش عليه باي حاجه، وطول السنين دي كنت بحوش لحد ما اقدر اجمع مبلغ، وقررت ان افتح مطعم لوحدي. سبت الشغل ومشيت ولقيت محل وجهزته وتوكلت على الله، وقلت اكيد ربنا هيديني لاني تعبت. لكن للاسف، وزي اللي جه في بالكم، منجحتش، فشلت بعد سنه ونص. كنت بحاول في المكان الجديد لكن المطعم خسر، وساعتها خسرت كل فلوسي ورجعت لنقطه الصفر من تاني، مش معايا فلوس ومش لاقي شغل. احبطت وصرخت وعيطت وعاتبت ربنا، عاتبت ربنا وانا عارف ان ده لا يجوز، لكن والله كنت مدمر حرفيا، كل حاجه حلمت بيها راحت. ورجعت من تاني ادور على شغل، وطبعا كنت خايف ارجع المطعم من تاني لا يطردوني لاني سبتهم ومشيت، بس قلت لنفسي يعني اكيد هيصونوا العشره. ورجعت فعلا، لكني شفت حاجه غريبه جدا عمري ما كنت متخيلها. اول ما وصلت لقيت المطعم مقفول، استغربت جدا وحزنت، ولقيت ورقه مكتوب عليها المطعم للايجار. اتصلت بالرقم على طول، رد عليا شاب صغير قال لي انا ابن صاحب المطعم ووالدي توفى، وعلشان انا ماليش في المجال ده قفلته، وعرضت المحل للايجار بكل معداته. قلت له بلهفه وبدون تفكير انا هاجره منك، انا اشتغلت في المكان ده 5 سنين وعارف كل حاجه فيه، بس ممكن تصبر عليا شهرين عقبال يعني ما اجمع فلوس الايجار واقف على رجلي؟ والمفاجاه انه وافق. فتحت المطعم من تاني وبقيت انا اللي بشغله مش مجرد واحد شغال فيه، والحمد لله الدنيا مشيت وسددت كل ديوني، سددت الايجار ودفعت كل حاجه وكسبت فلوس كتير جدا. وبعد فتره اشتريت المطعم، كل حاجه بقت بتاعتي وملكي، انا كنت بحلم بربع الحلم ده. وبعد كده فتحت فرع واتنين وتلاته وخمسه، وبقى عندي سلسله مطاعم. الوقت ده كان عندي 50 سنة، وساعتها أدركت إن كل ما هتتعب كل ما هتلاقي، ومش شرط يكون النتيجة وقتية، ربنا مش بيحاسب بالقطعة، ربنا بيحاسب على الإجمالي اللي عملته في حياتك، على مجمل تعبك، بيحاسبك على قد يقينك ودرجة إيمانك، بيحاسبك على حياتك كلها، كنت فين وعملت إيه. خلي إيمانك بربنا ملوش حدود، وسيب نفسك خالص، هتنجح في مكان عمرك ما كنت تتوقعه أبدا، بشرط الإيمان واليقين. خلصت القصة وخلصت الحلقة،
أشوفكم على خير وإلى اللقاء.